أيمن من بضعة أشهر سحب الدار كريستيز لوحتين من لوحاتك كانوا ضمن المزاد العلني اللي حيصير. هيدي حدث صار متوقعه بصراحة. الفترات اللي ارتحت فيها وبلشت الشهرة وقشطت قشط مأزية كانت، صار في علي شكل من الحظر، أسيتستي نبهوني ما تعمل بحالك ساكريفيس، ما اجا اذا بدك الشغل اللي بيشتغلوا على الحرب من بالصدفة، وكنا ورا الجرافة اللي عم بتشيل السواتر بين بيروت الشرقية والغربية. عشت وخلقت وكبرت وتشربت من قيم زرعتهم فيك عيلة علمانية ما صحيح. بتشبه المحيط يلي هي بتنتمي لإله. أيمن بعلبك، أهلا وسهلا فيك ببودكاست مع ريكاردو كرم. أنا سعيد عم ملتقى هون ببيروت، بقلب بيروت، براس بيروت. كيفك أنت بيروت اليوم؟ منيح، بحب دايما بيروت دايما. قلت لي انك اعتكفت لفتره، ابتعدت شوي عن المدينه، عن صخب المدينه حتى تلاقي حالك اكثر او تاخذ اجازه. اجازه عن شو هي؟ بصراحة يعني الظروف ما خلتني أبعد كفاية. فكرت مرات بقى يكون عندي بلان بي برات بيروت، يعني فكرت باليونان، فكرت بمصر، فكرت ما صار هذا الشيء. جربت اعتكف أنا موجود هون، هو يكون عندي المساحة والوقت لفكر أكتر مع حالي شو الأولويات، كيف بدي طور شغلي. وبسبب الضجيج يعني الموجود حوالي، هذا اللي عم بيخليني فكر دايما، يعني بيعد ما بعد عم بعمل الشروط اللازمة ل يكون عندي هيك نوع من السلام ماشي فيه. أيمن، الأمور حتى تصير لشو بحاجة؟ الأمور اللي يصير للواحد، قلت قبل شوي إنه في أمور ما حصلت أو كانت بدها تحصل وما حصلت معي. يعني في ناس إجا بيقولوا علينا إنه لازم الكواكب كلها والنجوم تتأمر مع بعضها والله، حتى ممكن بدها هي تصير دورة. تصير. لا أكيد في علاقة للكواكب، تأثير الكون علينا، بس بحكي عن هذا المحل اللي ما صار فيه استقرار من فترة طويلة، يمكن أيام جدودنا. كل فترة بيجينا خضة إذا فينا نسميها، يعني مرة انهيار، مرة انفجار، مرة حرب. إذا مش بلبنان، حوالينا بسوريا، بفلسطين، بالعراق، يعني منطقة ملتهبة مسممة إذا شيء، ونحن عايشين بقلبها. نحن عايشين بزمن تحولت فيه الطائفية إلى هويات قاتلة. الطائفيات اللي هي فيها تكون مصدر غنى بمطلق أي مجتمع تحولت إلى مصدر للحقد، للغة الكراهية بين الناس، وهي يمكن السبب الأساسي لكل شيء عم يعيش اليوم من ويلات. وبالمقابل بنشوف أنه الإنسان بقي أسير هذا التزمت وهذا التوقع الطائفي، وما قدر طلع من هالعباءة هيدي وطور نفسه وحسن نفسه. ليش بلاقيك الإنسان ضعيف لهالدرجة؟ يعني بعتقد شوي من الظلم انه في ناس اشتغلت كتير على حالها وعبر الوقت وطلعت من هيدي القوقعة تبع الطوايف. بعتقد النهر الجارف، يعني بنفكر، انا بفكر دايما بمرحلتين، المرحلة اللي كان عايشين فيها جدودنا تحت استقرار، ما كان في طبعا عايشين باحتلال، بس كانت المنطقة مستقرة، فكرة الملل منظمة إلى حد ما، وكانوا الناس يعملوا ضيع مشتركة براس الجبال بمحلات ما بتخطر ببالك، يعني مشتركة مسلمين، مسيحيين، دروز، من كل الطوائف. كيف قدروا يعملوا هالإجماع بمرات كانوا محو أمية، مثل ما يعني مش متعلمين، ما كانوا لا رايحين على مدارس ولا جامعات. اللي كسر هالنسيج بتخيل الجانب منه الاستعمار وتأسيس دولة إسرائيل اللي هي الموديل تبع الدولة الدينية. وكل ما بيستقر شوي الوضع بنرجع في منطقة بتنعف.
اللي بيفتكروا انه تعلمنا من دروس الحروب الأهلية واللي صار انه لا بديل عن مجتمع مدني من هون للعراق، لانه تركيبتنا اولا جدودنا عملوها بدون فزلكي وبدون ما يركبوا نظام، عملوها بعلاقتهم الخاصة بطبيعة تركيبتهم الاجتماعية، يعني الأغاني كانت مشتركة، اللبس كان أسود وأبيض، البيوت كانت مربعة بالحجر، كل الزرع هو زيته، يعني محظوظين أنه عندنا هالإرث. أيمن، أنت أبصرت النور بالعام 1975، يعني السنة اللي اندلعت فيه الحرب اللبنانية. الحرب انتهت سوريا عام 1990 لكنها استمرت، واليوم بعد مرور 24 سنة على نهاية الحرب بالمفهوم التقليدي للحرب اللي هي المعارك بين الناس وبين مجتمعات وأحزاب البلد المختلفة. وطبعا الحرب كانت حرب يعني متنوعة، حرب الإخوة، حرب الميليشيات، حرب عبثية، حرب فوضوية، كل أنواع الحرب عشناها بلبنان. وبشوف اليوم بعد كل هالسنوات هذه الحرب بعدها مستمرة. شخصيا بشوف أنه ناس يلي عاشوها بخبروها لأولادهم وأولادهم لأولاد أولادهم، مثل ما هني عرفوها، مثل ما هني عاشوها، ما قدروا خلقوا لغة جديدة بتحاكي هالشباب وتوضح الأمور وبتمنع أي التباس وبتوصل الناس إلى شطآن جديدة فيها نوع من الوئام والتكامل والإنصات للآخر. لذلك بلاقي حالنا بعدنا مطرح ما كنا. أنت خلقت مع الحرب، صورت الحرب، اشتهرت لأنك اخترت نماذج من الحرب اللبنانية بكافة طياتها بكافة أهوائها. الحرب هل بتشوفها مثل ما أنا بشوفها، مثل ما أنا وصفتها هلأ، أم نظرتك لألها أو فهمك لألها بيختلف؟ بعتقد في شوية اختلاف. برجع بقول لك ظلم إنه نقول ما في ناس طلعت برا الطوائف، طلعت برات هالاصطفاف. بعتقد في جوين، في الجو العام السائد اللي بتغذي السلطة دايما انها تشكل تعمل نعرات بين شارع وشارع بين فصل وفصل لا ترجع تعيش، وهذا طبيعي وشفناه. واللي بشوفه مهم كتير صار بفترة الانتفاضة اللي يسموها ثورة. بلاقي صار في شيء عظيم اللي هو اللقاء، صار في لقاء بين العالم ما كان موجود. يعني انخطفت بالتركيب اللي انعملت النيو ليبرالية بعد الحرب، انخطف وسط البلد اللي هو المحل اللي بيعمل مثل إذا بتفكر هلأ بأي مدينة مقسومة، لأنه نحن بعد العولمة اجتمع كذا مدينة مقسومة، منها برلين، منها بيروت، منها بلفاست، منها نحن من المدن اللي كانت مقسومة بالحرب الباردة. اللقاء اللي عملته السلطة عملت كل شيء للناس ما تلتقي. بالمقابل جربنا، يعني اليوم كنت عم بحكي قصة لصديق، ببداية ما خلصت الحرب كنا يعني شباب بعدنا صغار، حتى كان لازم ناخد إذن من أهلنا نظهر، وكان بهداك الوقت ابن عمي منذر معجب بموسيقى منطقة البلقان والموسيقى الأرمنية والأزارية، ونفتش ونسمع. حدا نصحه بأنه في ببرج حمود كاسيتات لموسيقى أرمنية بأراكس بمحل فلاني، كنا ما نعرف شيء وشبه رايحين سرقة من أهلنا، وكنا ورا الجرافة اللي عم بتشيل السواتر بين بيروت الشرقية والغربية. مشينا جبنا الموسيقى ورجعنا. بعتقد بالنسبة لي هذا الشيء كتير رمزي، يعني كنا وبقينا على هذا الموال بنضالنا بالجامعة، بلقاءات مع يعني ما اجى اذا بدك الشغل اللي بيشتغلوا على الحرب من بالصدفة.
إجا لأنه حسيت إنه في ضرورة لترميم صورتنا الجماعية، لاتفاق مع الوقت على شو اللي صار وما اللي صار، يعني عكس المحاية اللي ماشي فيها السلطة. أنت من المحظوظين أيما أنك عشت وخلقت وكبرت وتشربت من قيم زرعتهم فيك عيلة مختلفة. أنت من الجنوب اللبناني من ضيعة عديسي العديسي بقضاء مرجعيون، عيلة علمانية صحيح، ما بتشبه المحيط يلي هي بتنتمي له. كانت تشبه المحيط، كان هذا المحيط أكثر علماني يساري قومي عربي بالألوان. صحيح صحيح، لكن بقيت هي يمكن العوائل النادرة اليوم إذا نطلع على المشهد كيف أصبح اليوم كله من لون واحد إلى حد ما. علمانية منفتحة جدا، منفتحة نحو المعرفة والعلم والثقافة والفنون. يعني إذا ننظر لورا منشوف جدك، عمك عبد الحميد، بيك فوزي، متطلع بولاد عمك لأني أنا بعرفهم أصدقاء لألي، إن كان سمية أو لبنان أو خيك أو الحقيقة العيلة كلها من عائلة تقليدية بتشبه غيرها، عائلة مختلفة بنفس الوقت شرقية جدا ومتعلقة جدا في هذا الشرق العربي، وما رح أقول معاندة لكن أيضا ناقضة للغرب وللذهنية الغربية كما تعرف وكما هي. هالحظ هيدا أنك تخلق بهيك بيت بهيك عيلة أكيد لعب دور أساسي حتى تتشكل هذه الشخصية اللي هي أمامي اليوم بهالبودكاست. كيف بتشوف داخلك من جوا بيشبه اللي انت اخذته من عائلتك وديش انت اضفت عليه؟ بدي كمان اوضح شغلة صغيرة، انه اهلنا كانوا معجبين جدا بالغرب، يعني بي اكتر من بعد من عمي كان عندهم هوى عروبي، ولكن كان الفكر الغربي بهداك الفترة بالستين والسبعين، الفكر اللي عم بيصير بفرنسا، المفكرين الإيطالية بإنجلترا وين ما كان، كان نماذج. بالعكس كان حتى بي كتير عزز بروحنا، روح الفرد، اللي يمكن أنا أكتر هلأ عندي مواقف، طبعا مواقف سياسية مش من الثقافة، وصار عندي شكوك بعد كل عم بيصير إنه طلعوا من وصلنا لمحل جدا خطر اللي عم بيصير بالسقف الغربي، غير مطمئن لا لنا ولا لهم من السانسور الحظر اللي عم بيصير على كل شيء، بداية بلشوا مع الروس وانتهينا هلأ الفصل التاني مع العرب. ف هذا شيء من السؤال، كنا عم نحكي عن شغلتين، عن كنا عم نشوف إلى أي درجة بتشوف انه اللي تشربته واللي اخذته واللي امتصيته من هذه الحياه العائليه الغنيه يعني المنفتحه المتنوعه بعده فيك او اخذت منه وقديش انت اضفت له؟ اكيد بعده فيي، والاضافات صارت حتى بطريقه اذا بدك ربيت معنا كمجموعات نحن بالعائله، يعني نحن اصحاب انا واخوات سميه ولبنان، منذر صديقي وخي صديق يعني جدا مقرب من زمان كتير، طورنا عقلنا بالصيغة كمان، يعني حقول جماعية، يعني أعطينا لبعض كتير من أفكارنا، أكيد ضفنا كتير على اللي أخذناه من أهلنا، وأهلنا عملوا نقلة عظيمة، مش بس هن، جيلهم كله، يعني من أولاد فلاحين بالأرياف تعلموا لسببين أهلي لوجود الدولة اللبنانية، لو لوجود الدولة اللبنانية ما تعلموا، فساعدهم كتير بداية يعني حضور الدولة،
وعملوا سبق مع الوقت، يعني وصلوا من ولاد فلاحين أميين ليقدروا يعملوا فنانين ويسافروا يكملوا تجربتهم برا وينفتحوا على العالم. فنحن عملنا إضافة تاني كمان، صعب هلأ أشرحها كيف هي، بس عايش بعدني بقلبها. هي واضحة على كل حال. أيمن، صورة العرب في الغرب لا عقود من الزمن هي صورة نمطية مرتبطة بكل شيء ما له علاقة بالتطرف، بالإرهاب، بالأصولية، بالرجعية. دائما كان الغرب يصورنا سواء سينمائيا، تلفزيونيا، إعلاميا، بطريقة ما بتشبهنا أبدا، وأخذ معنا وقت حتى نفهم هيدا الشيء ونبدأ كل واحد على طريقته من مجال اللي هو بينتمي له أنه يسعى إلى تغيير هذه الصورة، إلى تلميعها، إلى إبراز صورة حقيقية. أنت طبعا من الطالعين في مجالك، من التقدميين في مجالك، أنت من أبرز التشكيليين اليوم قاطبة، برسوماتك وبلوحاتك دائما في هذا المقاتل يلي هو بالطليعة، وهالشي أيضا خلينا نفكر إلى أنه المجتمع الغربي كان مبسوط يشوف هذه الصور بلوحاتك أنت يلي وصلت إلى كل العالم، إلى الصالات الكبرى، إلى متاحف، إلى بيوت، إلى الكولكتورز. هل بتشوف فعلا أنك أنت ما ساهمت بتغيير هذه الصورة؟ في شغلي، الصورة، صورة العرب اللي بلشت بصورتنا كعرب، وهذا بالتزامن مع أول فدائيين عملتهم سنة 2000 2001 تقريبا بجامعتي بالأرديكو بفرنسا. صورتنا مثل كل صورة أي حدا من السود جلوبال، الكلمة اللي ما كان يحبوا يستعملها الغرب اللي هلا عم يستعملها، اللي الرائد فيها كان إدوارد سعيد، يعني مصطلحات هلا عم بيرجع هن يعترفوا فيها إنه صار في جنوب المكتمل، ما بعرف كيف ممكن فسر جلوبال. صورة الهنود كانت إذا بتحضر من تانتان تبع الأطفال لعند إنديانا جونز، أو صورة الهندي كانت بشعة بالعالم وبتخيل ما زالت. صورة الآسيوي الصيني كمان مشوه فيها. صورة الأنديجين إن كان هنود تبع أمريكا أو الجزر. صورة الأفريقي سيئة، يعني نحن منا استثناء، يمكن استثناء لأنه يعني ممكن يكون مبالغ بتشويه صورة العربي لأسباب إلى علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، لأسباب أنه نحن على خط التماس الأول، نحن بواب أفريقيا ونحن بواب آسيا بالنسبة للغرب. يعني بعتقد هذا حظ، اخدين حصتنا من تشويه صورة الكون. الغرب عم بيصير أكتر وأكتر، قبل كان أنه بيفرض قيمه كانت الديمقراطية. امبارح كنت عم بسمع ريبورتاج عن فرنسوي عم بيحكوا عن ترامب والأمريكان، يعني عم بيستهزئوا بأنه الأمريكان بيفتكروا أنه الديمقراطية هي إنتاجهم، الشعب الأمريكاني بفكر أنه هن اخترعوا. وبرأيي هذه بتنطبق على الغرب كله، فكرة الديمقراطية جدا قديمة، آسيوية كمان إذا بدنا نبلش، يعني بلشت بالعراق، ممكن كانت موجودة بشمال الهند بالحضارات القديمة، هون عملوا الشرائع. ففي إيجو سنتريسم، مش يعني العالم كله صار 85% من الكون صار تقريبا عم ينتفض على سلوك الغرب الثقافي حتى. اللي شغلي لما بلشت بالفدائي عملته بدون ما أنا وعم بشتغلهم كنت عم فكر بذاكرة الحرب، بذاكرة حرب لبنان، بمفردات من ذاكرة الحرب. واجت 11 أيلول وجينا النصيب تبع نفس اللي صار فعليا هلأ بغزة، بس وقتها كنت تلميذ، يعني
يعني صار في علي شكل من الحظر، أسيتستي نبهوني ما تعمل بحالك ساكريفيس، حدا مدري شو قال لي، مرات رفضت أن يكون مسؤول عن الجامعة من المدير لأنه بحجة أنه نحن جامعة فيها ريشيرش انتراكتيف وملتي ميديا وكذا، كيف بدك تاخده رسام طبعا. بس كملت لأنه كان يمكن اجد من باب الصدفة 11 أيلول، بس كان يا بتجبنن أو بكمل اللي عم فكر فيه، فكمل باللي عم فكر فيه. في محلات روجوا للصورة أكيد وقت الربيع العربي، وقت اللي كانوا يستقبلوا الجهاديين بأوروبا ويمجدوهم، ساهموا يعني كريستيز واحدة منهم اللي عملت بعدين سانسور، لأن إذا بتقرأ تحت بكل كتالوج تحت كل عمل كيف كان يتروج له، كل مرة شيء، مرة مرتبط بالحرب الأهلية، مرة له علاقة بالربيع العربي، مرة. أنا إذا برجع على السؤال الأساسي نهيت ب إذا أنا عم ساهم ب، هل بشوف إنك ساهمت أنت ب أو شاركت بتلميع وتغيير هذه الصورة أم العكس؟ يعني تواطأت من دون، هي صورة مش كتير لميعة بالنسبة للعالم، بس بحاجة لتلميع الغرب. بعتقد في جمهور بيتعاطف مع هيدي الصورة أو مع غير صورة، وبيتعاطف معها لأنه ما فيها تلميع، لأنه بفججت الصورة الإعلامية، إن كان الخراب اللي عم نعيشه ولا صورة الصورة صارت جامعة، يمكن هذا كان حدسي، بس هذه الصورة صرت تشوفها وين ما كان، باليمن، بالعراق، بسوريا، بليبيا، هي مش اختراعنا، بعتقد حتى اختراع أجهزة أمن على كله مخلوط ببعض. الدول الكبرى والعظمى جهرت دوما والعقود من الزمن بقيمة الحرية وبالديمقراطية، دائما جهرت أن هي لا تعطي الإنسان الحرية بالتفكير وبقول ماذا يريد من أي سقف، السماء هي الحدود، ولقينا اليوم أن الحقيقة مختلفة تماما والواقع مختلف تماما عن هذه الأفكار المعلبة. لأن اليوم أنه هذا البلد اللي احنا عايشين فيه أنت وأنا اللي منتقده كل يوم يمكن، بس أهم شيء عنده إيه؟ بيعطينا هالمتسع من الحلم ومتسع من الحرية بالتعبير. صحيح. وبقول ما نريد. كيف بتشوف يا عزيز نحن هالقيمة هيدي بهالبلد يلي كلنا نعرف أنه بالمحيط اللي هو بينتمي لقله والوحيد اللي فيه حريات بعد، وحتى اليوم زمان قارنه ب دول العالم الكبيرة أيضا بعد هو متقدم عليهم بأشواط. صرت مؤمن بهالشي، يعني كان ممكن يكون جارح جدا لو صار الرقابة والسنسور على شغلي ببلادنا بشكل خاص بلبنان، ولحسن حظي أنه ما صار عندي ولا التباس بالشي اللي طرحته يعني هم بمجتمعي. هذا الشيء كان أريح شيء لي، يعني أنا الحظر اللي المعمول بالغرب ما بيعنيني وبتوقعه بكل لحظة. فمعك أنه في هامش من الحرية واسع هون، طبعا ما نقرب على الدين، دايما بسأل بي شو الأشياء اللي كانت تمنع بلبنان، اللي كان بي مساعد قضاء حتى بالعدلية غير أنه فنان. كانت الشيء اللي إلها علاقة بالطابع الديني، أنه من لفلفة ومن ما من أوكي، في شيء ممكن يكون يعني واحد يعمل على حاله مرات رقابة أنه بيتفادى هيك شغلة حامية بمجتمعه، بس ما عدا هيك عنا هامش كامل من له علاقة بجرأة بعض الناس اللي دفعت ثمن. يعني هذا أكيد ما صار بطبيعة تركيبة بلدنا، وله علاقة بشجاعة الناس اللي قالت رأيها ودفعت ثمن. أيمن، من بضعة أشهر سحب الدار كريستيز لوحتين من لوحاتك،
كانوا ضمن المزاد العلني اللي حيصير. وطبعا هالشي خلق لغط وأصبح حديث الناس وكلام الناس. طبعا واضح يعني الأسباب واضحة، لكن هل بتشوف أنه هل اللي حصل هيدا رح يعزز بعد أكتر مكانتك واسمك بعالم الفن التشكيلي، أم رح يصير في نوع من الحرب على إيمان بعلبكي؟ كله مرهون بعتقد بشغلي. يعني هيدي حدث صار متوقعه بصراحة، يعني وقت المني لحالي مش صارت بشكل فردي، ولهلأ مش اخدها بطريقة فردية. يعني ما في شيء شخصي مقصود منه من كريستيز أو له علاقة بالصورة اللي رسمها وبحرب مفتوحة على خلينا أقول الفن العربي والفلسطيني بشكل خاص، وكل شيء بيمثل له. يعني صحفيين فرنسيين طردوا من شغلهم أو أوروبيين، حتى خيي من فترة بعت لي أنه يعني مشروع بيشبه، حتى أنا رح أرجع على موضوع كريسيس، بس يعني في حظر على كل الفنانين، على الكتاب حتى بفرانكفورت، على صحفيين حطوا بوست، على مؤخرا من كم يوم صار على سامي الحلبي كمان لغولة معرض. فبعتقد مش قصة فردية، بدل ما يسوقوا لي عززوا مكانتي بين جمهوري. يعني أكو حل، أنت قيمتك كبيرة مش بحاجة لهالشيء، بس لكن بقصد أكيد. الناس كيف دافعوا اعتبروها هي صورتهم، مش يعني مش صورتي الشخصية، مش اللي هو الأهم. مش الناس كيف دافعوا، الأهم أنه هالفنان يلي عادة بيتخبى وراء أعماله وما بيعبر هو عن أرائه وعن مواقفه، طبعا لأنه في عنده شغل وفي عنده مصلحة خاصة، أنت ضحت هذه الصورة وجهرت بمواقفك وعليت الصوت وكنت في الطليعة في هذا النزاع وفي هذه الحرب القذرة اللي عم نعيشها اليوم. وطبعا هذه ما في إلا ما تكون نقطة إضافية تسجل لصالحك. أيمن، أنا بعرفك وما بعرفك، كيف هي يوميتك؟ يوميتي بصراحة يعني بهالفترة عم بنقل شوي من في نهاري مليء بين الشغل والأصحاب، السهر، السهر الدائم مع الأصحاب والأحباب. فبهالفترة شوي هيك عم بعزل حالي، وقفت الكول، وقفت تدخين، يعني قلت لا، لازم لحصير عبوي بالخمسين، لازم بلش انتبه لحالي شغلي، لأنه كمان عم بي كل ما عم بمرق مع الوقت عم بيصير أكتر عضلي فيزيك يعني. وقت بترسم شو بتعمل؟ لازم كون واقف عجري، بتبتعد، بتحتجي، بتاخد وقت، بتقعد تشوف حدا، وعم تحضر لمعرض كبير، كيف بيصير الشغل عندك؟ أم هو انتقائي، هي لحظات بتحس حرك فيك تعطي فيها، فيك تاخد الفرشات وتبلش ترسم، كيف بيصير الشغل انتقائي معك؟ بفوت علي كتير عالم، عندي أصحاب كتير، يعني بكون عم بشتغل مرة بفوت حدا بحط الغراض برجع. هلأ عم بقرر يكون في أكتر ديسيبلين، يعني صرت بحاجة لشي من الهدوء، صرت لازم أعطي وقت أكتر لشغلي. فهلأ بقلب هذا الجو تقريبا. أنت من الفنانين طبعا يلي وصلت أسعار لوحاتهم إلى سقوف عالية جدا وإلى أسعار خيالية، ومع أن ارتفعت الأسعار أنت بقيت على الأرض وبقيت إجريك على الأرض، وهالشي ما بتحكي عنه، لكن أنا عرفت أنك أنت من الناس يلي دايما وقفوا إلى جانب الزملاء لألون بكل طلعاتهم ونزلاتهم، وكان صديق صدوق، ما تركت حدا من أصحابك، وكل ما تقوم به تقوم به بصمت. بقى ما فين إلا ما أقول هالشي واذكره، مع أنه بعرف ما بتحب أنت الموضوع ينحكي عنه، بس أنا بدي أحكي عنه. أنا في علاقة طيبة مع أصحابي، وبعتقد أنه فرد
ما كافي ليعمل مشهد، نحن بحاجة لشيء أوسع. يعني عندنا هوى كبيرة بتاريخ الفن، خلينا نقول العربي والمنطقة، في انقطاعات طويلة جدا، وبحاجة لنتكتف ونتكاتل حول بعض لنبني أسس قوية. يعني مش كافي اللي نحن موجودين فيه بكوننا حضارات هالقد قديمة. ما بدي أحكي عن العناوين الكبيرة وعن شجوننا الكتيرة، ما بدي أحكي عن الأزمات والحروب والولايات اللي عم نعرفها بالعالم العربي وما فوق، لكن فعليا من هو الملهم لأيمن بعلبكي؟ مين بيلهمك؟ الملهم واللي أعدنا هو أول شيء الوالد بشكل خاص، اللي فوزي بعلبكي بينا، وبدرجة تانية عمنا طبعا كمان، لأنه اتنيناتهم كانوا رسامين، بس كان عمي وبي مرسمهم بقلب البيت. يعني أنا في ساعات وساعات قاعد ورا بساعده، بغسله الفراشي اللي بيرسم فيها، من أنا وخيي منشد اللوحات منأسسهم. تعلمنا تاريخ الفن تقريبا بالبيت، بتاريخ التكنولوجيا تبع الفن، كيف تعمل تحضر الألوان، كيف تحضر اللوحات، كيف نأسس كل هول. الأساس كان الوالد والعم، كنا نفيق وننام على ريحة التريبونتين والزيت وريحة الألوان. حتى في مشكلة شم بالعائلة كلها من ورا انه كانت الغرفة دايما مجاورة للمحلات اللي عايشين فيها. بعد الوالد ما عدنا، لانه هو كان ترك الفن فترة 10 سنين ورجع، يعني فات على معهد الفنون والتهى بالسياسة ورجع بعدين على بنص الحرب الاهلية. فكنت روح معه انا على الجامعة حتى، كان عنا أساس قوي جاي من البيت. والشخص التاني اللي عمل تأثير كتير كبير علي، على خي سعيد، على مجموعة فنانين تغريد وسروان وفنانين لبنانيين وعرب، اللي هو مروان قصاب باشي. وانت بتخلص لوحة تنتهي من توقيع لوحة، مين بيشوفها أول شخص؟ صدف بصراحة. الفترة اللي كنت عايش أنا وتغريد، اللي تغريد درغوس اللي هي فنانة، عشنا فترة طويلة سوا، وكنا نرسم بمرسم شبه مشترك، يعني كل واحد بزاوية بس. فكانت دايما تغريد اللي هي حاضرة أي عمل كانت، حتى إذا شي ما عجبها فورا إلغيه وهي تعمل نفس الشي. يعني الحساسية هالقد، ربينا تقريبا سوا حتى بالجامعة. يعني كان هذا الشيء موجود مع سعيد خيي، لأنه كنا فرد صف بالأكاديمية، وبعدين مع الناس اللي بوثق فيهم كتير. يعني في رأي لكذا شخص، من كل واحد كل حدا من جانب، يعني بعرف كيف بيفكر بشغله، كان سيروان، كان منظر اللي هو مسرح أو سينمائي، كان يعني من أي أبخش، من أي زاوية جاي عم بي. ففي كتار اللي بيشوفوا شغلي وبيفتح أنا يونياش، عادة تشكيليين. يعني أيمن ما عندك أولاد؟ لا ما عندي أولاد. عبالك ما عندك أولاد؟ بصراحة منه شغلي، يعني طارئة. مشروع بحسه موازي لحياتي كفنان. بس هو سؤال محق. سؤال محق، دايما بنطر الصدفة. بس ما حطيته أولوية بحياتي. يعني الأمور حتصير بدها وقت لتصير، يمكن إن شاء الله ما حدا بيعرفها إمتى وكيف. اللوحات اللي بترسمها أنت، هل بتشوف أنه في البعض منا بتحب أنه يبقى لك أنت ما تبيعه لحدا؟
هل شيء حصل؟ هل في شيء لوحة بتاخذ معك وقت وجهد للخلق للابتكار وبتحسها جزء منك وليس من دلائلك انت؟ من كثرة الخسارات اللي عشتها، بيي ما كان معلق بشغله، عمي كان معلق بشغله، يعني شفت النموذجين تقريبا. بيي كان يهدي شغله ما يبيعه حتى، كان كله عند أصحابه موجودين، مين ما يستحلي ياخد. فعندي هالشي اللي ما بتعلق بالشغل، بس وبنصيحة من مروان وبجرة العادة انه تقريبا من كل معرض بشيل قطعة واحدة نقي، بس ليكون عندي دايما حوالي نموذج لكيف عم بيتطور الشغل. مرات كتير بختار، بس مش شرط يكون أحلى عمل من الموجودين، بس بالنسبة لي بيكون في شيء رمزي يعني بقدر اهتدي منه مع الوقت كيف كان السياق التطور تبع شغلي. إذا بدك تغير شغلة واحدة بحياتك شو بتغير؟ إذا بدي غير شغلي بحياتي، ما بطبيعتي ما بندم، يعني بتعاطى مع الوقت كيف ما أعرف، يمكن بحاجة لشوية ديسيبلين أكتر. انتظام. طيب اليوم يعني الفن التشكيلي مرق بمراحل مختلفة على مر قرون من الزمن، لكن المئوية الأخيرة طبعا كان فيها يمكن هذه التحولات يلي حصلت وهذه التيارات العديدة اللي لو عم نعيش خميرتها اليوم أو رواسبها إذا بدك. هل كنت بتحب تعيش بزمن غير هيدا الزمن اللي عايشينه إحنا اليوم؟ بتعتبر هو كان الزمن يلي صار فيه النتاج الأفضل وصار فيه هذا التمازج والتزاوج بين التيارات المختلفة؟ صار طبعا هالشي يمكن ما بين الحربين الأولى والتانية بالغرب عم بحكي بشكل خاص، بس نحن أنا بشوف بعدنا كمال لهذا النتاج اللي صار. يعني بحب عيش فيه، بقول لك ما كان سهل على البشر، يعني الناس اللي أنتجت الشغل كانت كفرت تقريبا بأفكار أهلها. صدمة الحرب العالمية الأولى والتانية خلت الفنانين يكونوا شرسين بالتعاطي مع البصري، حتى جارحين. يعني بقصد هون فينا نحكي عن الدادائيين، فينا نحكي عن بيكاسو، فينا يعني منه الفنان المحبب للعامة، يعني خاصة إذا طلعوا بنسوانه وبيشوفوه يعني كيف بيقروا إذا بدك العمل الفني. في فترة كانت عظيمة بكيف تشظى تاريخ الفن بشكل خاص، عم بحكي اللي صار هذا الشيء صار بالغرب بباريس بمراحل. هلأ عنا الليلة فضل عيش لورا أو لقدام، إنه هلأ عنا مهمات بعتقد كمالة لشو اللي صار. شو أبرز شيء، أبرز مهمة أنت بتشوف مفروض تقوم فيها بالوقت الحالي؟ مع الوقت عم جرب كل شيء اخده بأسئلة أقل صعوبة بأكتر خفة، يعني ما في مهمة مقدسة للفنان ليعملها أكتر من أنه يتسلى هو كشخص ويوصل هيدي الروح. طبعا يتسلى مش مهمة سهلة، يعني أنك تغير بالاستيتيك مش مثل أي مهنة. مهمتي أني أشتغل بسعادة بصراحة. هلأ قادر أفكر هالسعادة هي عم نشوفها وطب ملتقي فيك أنت دايما بشوش الوجه ودايما نشعر في عندك سلام داخلي. هالسلام نابع من اكتفاء ذاتي، نابع من تدريب أو تمرين يومي، نابع من قدرة على اكتشاف الذات وعلى خلق نوع من توازن. يعني بتمنى يكون هيك، لأنه ما بقول لك يعني في مراحل أكيد كانت صعبة جدا علي، حتى بفترات ما إلها علاقة كان ب
يعني الفترات اللي ارتحت فيها وبلشت الشهرة وكل شيء تمام وكذا، قشط يعني مأزية كانت. ف شلت حالي تدريجيا، اشتغلت كتير على حالي، لقيت انه كنت عم بعذب حالي بأسئلة صعبة، يعني فوق الموجود اذا بدك، الجو الضاغط اللي حوالينا. هلا ايس اكيد عندي سلام داخلي اكتر بكتير من سدى، ما اجى لا بالتربية ولا بالتركيبة، لانه تمرين يومي هيدا. تمرين يومي. لمين بتقول شكرا؟ لأمي أول شي، لأنه مرة ما زالت مناضلي، لأمي وبيي، ولمروان اللي أعطانا طبقة تانية من أسرار الفن. لمين بتقول عذرا؟ إذا في شي على المستوى الشخصي بيكون قلته من زمان، ما بنطر لأعتذر من الناس إذا عندك الجرأة. غلط، أنا أكيد دايما يعني إذا جرح حدا أكيد، مع إنه بتخيل بجرب قد ما فيي بأسرع وقت حل الأمور. وبالمقابل مش منتظر، يعني ما عندي براسي ضغيني تجاه حدا، فبعتقد ما في حضور بذهني أي اعتذار أو ناطر اعتذار من حدا. حماد أنا انبسطت بهالبودكاست اللي عملناه سوا، اللي زينا نحكي وما نلتقى والتقينا، شكرا. نرجع منقول الأمور حتى تصير لازم عوامل عديدة تحصل حتى تخليها تصير بالأخير. أنا سعيد وأنا كمان شكرا، كل يعني بشكرك كتير، إن شاء الله يكون في فرصة تانية نرجع نراكم على اللي بيناي. أكيد رح نلتقى ونعمل لقاء تلفزيوني طويل. هذا كان تلفزيوني مباشر، جلسة عفوية، جلسة رح على يكون شيء عندي رح يكون عندي مشكلة. مواقف كتير كبيرة بدنا إياها نحن. لا هيدي مش على المواقف الكبيرة، أنا هلأ مرتاح، بس بالعادة بتكركب لما بيكون في شيء مباشر وتلفزيوني كبير. بفضل الله، كل ما كان متواضع كل ما كان أحسن. كيف ما كانت رح تكون ناجح أنت إن شاء الله. هيك أنت. شكرا. سلامات أصدقائي، إلى اللقاء.